واحد اثنين ثلاثة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم آخر يوم تفتح بيه الألعاب المائية، فراحين اليوم للألعاب المائية. قريبا هذا هويات البكي. السلام عليكم. هذه الأسعار 25 دولار دخول، بس احنا عندنا سنة ببلاش. أنا أحط خليجي. جاهزين لو لا؟ ليسوون سيرفي. ننتظر الدور هسه. ماي بلاش بكل مكان، مو مثل تركيا. تركيا الحمامة بليرة تدخل. هسه بكل لعبة همينة مناظرنا توقع. وقت التسلق هسه. فالتكساسيين يلبسون ملابس محترمه مثل ما انتم شايفين، اما هاي لوب كاليفورنيا كان شفتوا العجب العجاب. اهم شيء بالرحله هذا علي لقيت فخمه دا تسبح، فخمه بيضة نادره كلش. يا ماما يا لهوي طرت طيران حلو، لازم احنا نرجع. طلي والله راح نغرق. المناظر حطيناها بجيبنا هالمره، همزين كلش حلوه. هاي تنزل مترين جوا المي، راح نتدمر. يمكن القفله راح تروح. بابا الجوبرو ماتي. ثانك يو. هاي صار بالكاميرا راحت. دول الولد الصغار يكون شايفين الفيديو. هاي ما ادري شكلها يضحك عليه. جاهز بكي؟ وش دفع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني عبدك ابن عبدك ما أظن يا أمرك لا إله إلا الله. كتكوت ضايع. حتى هدومي انمتعت من الفحل. رهيب. الخريطة مال المدينة. علي هذا الرجال العجوز تتذكر بالفلوج اللي وصل 4 ملايين نفسه. يا العجوز قوي اتذكره، شكل هذا اللي يتدرب كل يوم. كلش قوي هذا العجوز، بس يمكن لين دا صوره راح يوقع. سوي لنا حركات عمي. انا لما اكبر تلاقوني هنا اجي دافتر. هالبنيه هم زينه باللعبه، شوفوا يا سلام. بيرفكتو هذا. واو صدق قويه هاي. واو كلش حلوه. يا ماما تي ماما ماما
يا ماما ليش انا دائما اغني عن الام؟ ما اعرف. ابو اللبن مستقلك، ابو اللبن يا ابو اللبن. الله 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 الله، وصل المكان. راحت الكاميرا، نقعت الكاميرا. شوف السرة هنا طلع كلش هواية. لك ابو اللبن نقعت. تصور بس لي قدام مالك. اقوى فلوج في العالم. كم لايك على هيجي فلوج هذا؟ لايك هاي راح تنزل، راح نروح بيها. خلص امواج عاليه تسوي مثل بحر حقيقي. شعري واقف قد ما بارده. رجعنا شغلاتنا، اعتقد خلصنا. والصراحين الاكبر بوفيه راح تشوفوه بحياتكم. فد بوفيه يعني صدق خيالي. لقيت درهم اماراتي ويا الفلوس الامريكيه مالتي. اليوم كله هيك مصالح راح يكون. اذا تجي بالعكس هاي تشق التاير. خلال التطير البعوض استغل وقته ودمرني. وصلنا لواحد من اطيب واكبر البوفيه بالعالم، ايجين بوفيه. شو المطعم ازدحام بشكل مو طبيعي. المزهريه كلش صغيره. علي حيظل هنا يلعب للصبح، عبال هو بلاس فيغاس. بامريكا دائما يحبون الكبار ويحترمون، هم واللي يشتغلون بالجيش، فالكبار يدفعون $6 تقريبا، احنا راح ندفع $12. واخيرا صاحونا، فيا ازدحام كلش. هذا هو النظره الاولى. حلو يطبخون قدامك، كل شيء تريد موجود هنا كاختصار بهذا البوفيه الكبير. شوفوا انواع السوشي يا لهوتي، يعني في تشيز صراحه تجربه من العمر. ثاني يعني هذا كلش احب الشرمب، تخيلوا هذا اشتهيته وطلع همنا بورك. كل شيء هنا بورك. يعجبني اجرب اشياء غريبه، البروكلي مفيد. هذا القسم انت تختار اللحم وهم يشوي لك اياه. لحم السلطعون كلش مفيد وطيب. حط لنا شويه بورك، هو اهم شيء. زيت زيت، حتى لحم مال اخطبوط حطيت لي. وهنا تبهر مالتك الشغلات وتحط زيت زيتون وهالسوالف. طلع خضرواتهم لازم تختار وتحط عليه. هذا اسمه فولكانو صوص، فتشي حار كلش. ما بقيت شيء الا وخليت، ما اعرف ايش راح يطلع الصراحه. خلينا نجرب ناكل بالاعواد هذه هالمره. ورا ما تخلصت الطهي اياه هو يحطها هنا وما اعرف ايش يصير وراها. بس انا ما اعرف اكل بالاعواد هذه ابد، فما يحتاج احاول اشمرها. وخلصت الوجبه مالتنا، شكلها شيء مرتب. يا نايس. بس مكان للحلويات بعد ماكو. شوفوا الحلويات مالتهم رهيبه. وهذا صبيته لحد الان. وهسه وقت الايس كريم عمي. دوس جوال، خلينا نحط من هذا. الاكل مالتهم الصراحه فتشي 10 على 10 والحمد لله. حاليا انا هيك دامشي هالقد ما متروسه بطني. القمر ذاك هو هي تعلى شوي شوي يعني مثلا. هسه يلا فتح الاضوية. يلا مع السلامه بك، نشوفك على خير. كان يوم حلو، عزيمه حلوه، واحد يعزم الثاني، احنا اصدقاء، واحد يساعد الثاني ودائما نكونوا هيك. اخر فلوج سويته بالالعاب المائيه قبل 6 شهور وصل 6 مليون مشاهده. اذا وصلنا هذا الفلوج 30,000 لايك اليوم باكر راسا انزل لكم فلوج الدباب الاخضر المفاجئ. وقبل شهر 2 يعني بعد شهرين من اليوم اريد اشوف اذا راح نقدر نوصل مليون مشترك او لا. فاريدكم تنشرون هاشتاجنا الجديد الى حد ما نوصل المليون مشترك باذن الله، اللي هو زكزوك للمليون، عمر زكي للمليون، اخوان عمر زكي للمليون، او الهاشتاج نفسه. انت بس تنشره جبت لي مشترك واحد جديد وانت مشترك وكل المشتركين سووا هذا الشيء راح يتضاعف عددنا باذن الله. فانشروا الهاشتاج بكل مكان. شوفوا الفلوجات اللي فاتت مال كاليفورنيا وانتظروا الفلوجات الجايه مال الدباب الخطيره مال المفاجئ. مستمرين نحو الافضل. اسعد نفسك بنفسك. دمتم في امان الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.